السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة بخير؟ كل شيء مزيان؟ شتو هاد اللعبة؟ دابا زي قبل ما تصدق علينا الله، هذا الكان ديال شي ديزوردر ولا شي اوردر؟ عرفنا امتى بيتجمعو هاد خمسة الارقام. المهم ما عليناش، هادي الكورسة ديال الغطا، هادو هما خمسة الفافوري ديال الغطا. اللي تفرج في الفيديو تاع البحث تاع جيت لكم، قلت لكم الا بيجيبو الفافوري يجيبو ديك 11 13 مزديه، صدقوا جابوا هاد ثلاثه نيت الفافوري الاول، ولكن داكشي ما داير والو. انا ما كنحمل انا اللعب، كلشي فافوري. نجبد لافاز وكنلعب مع التوكار، علاش التوكار هو خلاص اما الفافوري ما كاينلاش. غدا البلاط كاين خلاص عاود تاني، والكورسه مخربقه. المهم هادو هما خمسه الفافوري ديال الكورسه ديال غدا، فيهم ستة والخمسة والاتناش والجوج والسبعة. هادو هما خمسة الفافوري تاع القرصة ديال الغطا. إما العادة تهز ليك جوج فافوري يزيد لهم التواكر ولا تصيده. غطا عندنا ستة والاتناش واحد فيهم ميمكنش يجيو بجوج، والربعة والاتناش. شوفوا المشكل هنا دابا كيفاش، شوفوا المشكل فين كاين. دابا عندنا ستة والاتناش واحد فيهم، والاتناش وربعة واحد فيهم. انا عندي ستة، ستة هو اللي ما يخسرش عندي. يعني الا درت ستة نقتل 12، والا قتلت 12 غادي نلعب الربعة. يعني هاني زديت ستة اربعة، ياك؟ ولكن ستة اربعة صعيبة تزدا عاوتاني، حيتاش ما يمكنش تجدا. وما يقدر يجيبوهم، يقدروا يربحو بجوج، ويقدر يجي هذا في هذا ضروري يجي في الترسي. وهاد ستة وهاد ربعة نقولو ما يمكنش يجي في الترسي، يجي كاتريام ولا سانكيام. المهم تيبان لي الربعة تاعو هو كاين، وعندنا الجوج ولا الطناش تيبان لي واحد فيهم. الا ما كان هاد الجوج، حيتاش الا جا ستة غادي يموت الطناش، والا مات الطناش غادي تجي الربعة، والا مات الطناش غادي تجي الجوج. وطل بلا راه ضروري يقدر يجي هنا جوج، بعدا كاينين جوج حتى لثلاثة. أنا فهاد خمسة الفافوري يعني من جوج حتى لثلاثة، أنا عطيت لكم ستة، وغادي يقدر يجي معايا ربعة يا جوج ولا السبعة. هاد سانكيام فافوري كيما قلت لكم راه تيجي حتى هو هاد المرة، وهاد ستة نقول لكم لعبو عليه. هاد ستة نقول لكم لعبو عليه، راه تقريبا تيلعب حتى هو، تيجي بالديزوردر. عطينا غدا ستة 12 14 الواحد والجوج والثمانية والربعة العشرة والسبعة والخمسة والحداش. أنا راه يقدر يجي لي ديز برد غطا. المهم هو كيلعب كيما قلت لكم، عندكم هذا وعندكم هذا، هذا تا هو كيلعب. دابا هذا العشرة عندنا، العشرة وخمسطاش بعد يوم كاين العشرة ما حطش الخمسطاش، هذا ما حط العشرة راه خمسطاش. شوف التوكل هنا عندنا ستة والواحد، واحد فيهم ضروري في الترسي، ويقدروا يجيو بجوج، ولكن المهم واحد ضروري في الترسي هو ستيس. ستة ولا جوج واحد فيهم في الترسي هو ستة، وهاد جوج يقدر كاع ما يجي، ولكن يقدر يجي معاه التاني، لأنه يعني الجوج كيما قلت لكم راه خرج ليا في اللعب. الى ما 13 هيجي ربعة ويجي ستة ويجي معاهم جوج. هذا عطينا ربعة ستة، ندوب لينا ربعة عاود تاني عطيها دونجي. هذا عطينا العشرة ولا خمسطاش، الى جا فينا هو، الى جا ستة خمسطاش الله عاونو، ياك؟ والى قتلنا الخمسطاش خص العشرة يجي، ولكن انا العشرة ما بان ليا فيه، يبان ليا العشرة على خمسطاش. واخا كيما قلت لكم هذا راه حط العشرة والخمسطاش ما عندوش، هذا ما حطش واحد فيهم، وهذا تقريبا كيلعب الطوكار على هذا. عندنا العشرة ولا خمسطاش واحد فيهم، عندنا تسعود ولا تلطاش واحد فيهم، عاد تسعود ولا تلطاش، هادو عاود تاني طوكار صعاب يتلعبو. هاد تسعود ولا تلطاش ولا بيجي شي طوكار ما ضيرش، ما ضيرش عن شي واحد، هو تسعود ولا تلطاش.
انا هذا عاود تاني عطاني 5 و13، هذا تقريبا تولي يجي بالتوكر في التيرسي، قال لك 5 و13 في التيرسي. باش نقلبو عند هذا عنده 5، وهذا الاخر تا هو عنده 5، ما عندهمش 13. هذا قال لك غون بلاصي ال10 و4، هذا تقريبا تا هو كيجي لي. شنو قلت انا؟ قلت انا هذا الربعه هذا هو اللي تيبان لي مزيان، الربعه كيتلعب. وعندنا 6 و15 واحد فيهم، و10 و11 واحد فيهم، ولا بلي بالي 90%، 6 11 5 4 اكس، 2 1 14 7. هاد الكانتية قلت انا تقدر تجي 90% تكون هنا، تقدر يكون ديزور ده. ما يبغيش نقلب مزيان هادشي اللي بالي. المهم حظ سعيد للجميع.